هل جاء في بالكم مرة تسألوا نفسكم فيها إذا فترة الحجر المنزلي حتزيد عندكم من جودة الأداء والكفاءة والراحة النفسية أم حتقلل منها سواء على المستوى الشخصي أو المهني؟ بالإضافة إلى ما كانت فترة الابتعاد عن الناس تقلل من ثقة الإنسان بنفسه ولا تزيدها؟ خلونا نشوف هذا التقرير. بعد أزمة كورونا وجلستنا الطويلة في البيت اللي خلتنا نتنقل بين القنوات مواقع التواصل الاجتماعي والنتفليكس وبين اكتشاف هواياتنا الجديدة، كثير من الأشخاص كانوا مستائين ويتذمرون طول الوقت من الوضع اللي يشوفونه صعب عليهم ومستحيل إنهم يتعودون عليه. لكن من جهة ثانية، من بعد ما خلصت فترة الحجر المنزلي شفنا كثير من الأشخاص تعودوا على جلسة البيت، والغريب أنها صارت هي أسلوب الحياة المفضل عندهم واللي يقدرون من خلاله أنهم يعيشون الروتين والطقوس اللي تعودوا على ممارستها من الصبح لليل. فصار البيت هو المكان الأنسب للشغل والممارسة الهوايات والاستجمام وكمان الترفيه. هل نقدر نقول أن صارت جلسة البيت هي منطقة الراحة؟ وعشان نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع عبر سكايب تنضم لنا مدربة تطوير الذات زينة الجفري. هلا وسهلا بك يا زينة. أهلا بك. يعني هل ممكن أنه هذه الظروف اللي إحنا فيها الآن أصبحت للبعض خلينا نقول منطقة راحة كومفورت زون؟ بحكم أنهم قعدوا فترة كل واحد قاعد ومنطلق على نفسه فبدأوا يكونوا لنفسهم يمكن عادات معينة ومرسوها كل يوم، وهذه العادات خلاص اللي هي صارت هي المحيط اللي يقدروا يكونوا. فبالنسبة لهم لما يبغوا يخرجوا من ذا المحيط يكون شيء كثير ويمكن خارج عن المعتاد. نعم. لما يجرب جديد وهذا الشيء يخلي الشخص ممكن يحس كثير بمخاوف. هذا ممكن نتكلم عنه أكثر. صح. طب وبلاحظ كمان يا زينة انه في اختلاف ما بين كثير من الاشخاص، يعني في ناس تجي تقول لك لا انا ما اثرت فيا هذه الحاله او هذا الوضع اللي احنا فيه، انا كويس انا تمام، وبالعكس بيطور من نفسه وزي ما انت قلتي وبيطور من حياته بشكل عام، وفي ناس العكس اخذوها بشكل سلبي تماما واكتئبوا وانطووا ويمكن قلت ثقتهم في انفسهم خاصه لانهم ما بيقابلوا ناس. ايش سبب او سر هذا الاختلاف اللي ما بين الناس اللي قاعدين نلاحظه؟ اوكي، بالنسبه للاشخاص اللي هم الايجابيين، دول الاشخاص فكر اكثر انهم كيف يتجاوزوا المرحله اللي هم فيها ووجهوا تركيزهم على الابداع والابتعاث، وانه ايش التغيير ده اللي ممكن يصير نستفيد منه ناخذ الايجابيه اللي بتودينا لمكان افضل، اذا كان على العمل ولا حتى كل شخص مع نفسه. في ناس مثلا قاعده مع نفسها وانه قررت تواجه المخاوف اللي عندها، قررت تعرف انه ايش الاشياء اللي يحتاج قوة فيها الشخص. في ناس اخذوا دورات، في ناس غيروا مثلا اهدافهم، في ناس حتى طبيعة عملهم وحسوا ان هم يبغوا يكتشفوا نفسهم اكثر. وهذا الشيء بيخليهم انهم يشعروا بطاقة ايجابية او بافكار ايجابية. بس بالنسبة للاشخاص اللي هم مثلا حاسين بمخاوف مرة كثير وبحزن منغلقين، هذول الناس عادة هم اللي بيقاوموا التغيير، لأنه بعد موضوع الكورونا أو بعد موضوع الحجر الكل حيتغير والحياة كلها حتتغير. فبالنسبة للأشخاص اللي حيتقبلوا هذا الموضوع هم اللي حيكونوا في القمة، لكن أي شخص حيكون مقاوم لهذا التغيير ما يبغى يتقبل المخاوف ما يبغى يتقبل أفكاره، هنا اللي شوية حتكون بالنسبة لهم عقبات إنهم كيف يتجاوزوا بالمرحلة. يعني أنا معك إلى حد ما، لكن في ناس إنه كانوا زي أشتغلوا على نفسهم في هذه الفترة، طوروا من مهاراتهم، كانوا متفائلين، كانوا دائما يدفعوا نفسهم إلى الأمام، ولكن بدأت الآثار تبان الآن عليهم بحكم إن الفترة طالت واحتمال كبير إنها حتطول كمان، فبدأت تنعكس على مهنيتهم، تنعكس على علاقتهم بالناس، بدأوا يتراجعوا في مهاراتهم في كفاءاتهم.
فكيف نقعد يعني نحفز نفسنا ونعطي نفسنا هذه الإيجابية اللي إحنا ما نعرفين هي متى النهاية؟ أوكي إحنا يعني خلينا نقول مسيرين الوضع، ولكن إلى متى؟ أيوة شوفي، يعني هو طبيعي الشخص تجيله فترة يحس مثلا متضايق، زعلان، متضجر. طبيعة الحياة، كلنا كل العالم قاعد يتغير، يعني مو بس الشخص ده. فبطبيعة الحال بتطلع هذه المشاعر، احنا بشر، لكن لما الشخص هيتقبلها حيقدر يتجاوزها أسرع ويركز إنه خلاص أوكي، مثلا أنت شعر بحزن ولا شعر بخوف، أتقبل المشاعر اللي عندك أو تقبل المشاعر اللي عندك وفكر كيف ممكن تستخدميها فرصة ترتقي فيها أكثر حتى في العمل. يمكن تكون عنده مهارة أو نقطة قوة ما كان مركز عليها، يمكن في دي الفترة لما الشخص يكون ما عنده غير نفسه يمكن يعرف إنه هو يقدر يعمل أشياء ما كان يقدر يعرفها، إنه ما كان يعرف إنه يقدر يعملها قبل. صح. يعني مثلا زي الناس كان صار عندهم وقت أكثر يتعلموا لغة مثلا، فكان يحس إنه دائما ذا الموضوع مرة يالله إنه مثلا يأجلوه أو مرة صعب، لقوا الموضوع مرة سهل إن هم يقدروا يتأقلموا على الموضوع ده بسرعة. وبيش على كده يعني. طيب زين، أعطينا حلول، الحلول اللي ممكن تحسن أداء المستوى، يعني سواء كانت على الشخص أو على الصعيد الشخصي والعملي أيضا. أوكي. بحيث إنه هذه الفترة يعني ما تأثر فينا. أيوة. هو موضوع أو فكرة إنه هذه الفترة تأثر فينا، يعني شوية أنا أختلف فيها، لأنه إحنا اللي بنسمح إنه نعيش في هذا المخاوف، وإحنا نحس الأشخاص اللي نقدر نسمح إنه نعيش في سعادة وفي حب أكثر حتى لو إحنا في نفس المكان. زي مثلاً شخص يقدر هو قاعد في مكانه يغمض عينه يتخيل إنه في مكان مرة حلو، في اللا شعوري هتجيله مشاعر إيجابية. لكن مثلاً شخص يقول يا الله، مثلاً بيفكر في المخاوف أو إنه بيتخيل نفسه مريض أو بيتخيل هذه الصور، طبيعي حيشعر بمشاعر خوف أو حزن. فهو الشخص يوجه تفكيره كيف حيقدر يعيش حياته أو يكمل حياته. كمان واحدة من التقنيات أو الحلول إن الشخص يكتب أفكاره. أنت حاسس بحزن، أنت حاسس بخوف، أنت حاسس بأي شعور، أكتب أفكارك. لما الشخص يواجه أفكاره هذا جزء كبير إنه هو كأنه بيرسل إشارة لعقله اللاواعي إنه الحين أنا أبغى أتجاوز هذه المخاوف، لأنه بدأ يتقبلها. وبعد كده ممكن يدور يعني مختصين، وأنا واحدة منهم برضو بساعد الأشخاص إنهم يتجاوزوا أو كيف يحرروا دي المشاعر وكيف يوجهوا تفكيرهم من السلبي للإيجابي. يا سلام، هذا اللي بدي أسألك عنه يا أستاذة زينة، كيف إننا نقدر نخرج من هذه المرحلة بالنسبة للناس اللي خلاص صارت أفكارهم كلها سلبية، صاروا دائما منعزلين، في انطواء، كيف نقدر نحول هذه المشاعر السلبية إلى إيجابية؟ كيف نقدر نخرجهم من هذا الحفرة اللي هم فيها؟ هذه صراحة أنا بقدمها في الجلسات اللي أنا بعملها، وبتكون إنه بساعده في كل جلسة يدرب عقله إنه يفكر، إنه يوقف يفكر طريقة التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي. طبعاً فيه تقنيات وتمرينات معينة بستخدمها، لكن كلها طبيعية وجداً سهلة. هو مجرد الشخص إنه يعرف كيف يسويها يصير يقدر يعمل هذه التمرينات كل يوم لحاله. جميل. زينة، اسمحي لي أسألك هذا السؤال، الأشخاص اللي هم الآن متعايشين مع هذا الوضع، أخذين الأمور بإيجابية، طاقتهم ما زالت جميلة الحمد لله، إيش ممكن يصنفوا أو إيش ممكن ينقال عنهم؟ هل هم يعتبروا أشخاص ما عندهم حس بالمسؤولية نوعا ما؟ أو إيش نقدر نقول عنهم كمدربة؟ بالعكس، هذول الأشخاص عندهم مسؤولية فكرية، هم عارفين مسؤولين عن أفكارهم، وهو إن هم بيدهم يغيروا تفكيرهم بدل ما يبدو ويقعد يحزن، والحزن ولا الخوف ما حيصلح شيء. لما الشخص يعيش في مرحلة الحب هيساعده إنه يقدر يبدع ويقدر يساعد الناس اللي حوله. جميل. فاللي هو حكاية إنه يحزن على الناس، هذا ما هو تصرف إيجابي. إنه تخيل شخص تعبان وشخص حزين، ما حد حيقدر يساعد الثاني، بس مثلا شخص تعبان وشخص سعيد، سعيد حيقدر يساعد التعبان ويصيره يعني اكثر سعاده، ويصير انه
في ايجابيه اكثر وراحه اكثر وسلام داخلي اكبر. يعني أكيد زينة لازم الواحد يحب نفسه عشان يقدر يحب الآخرين. زينة جفري مدربة تطوير ذات، أنا شاكرة تواجدك معنا لليوم عبر سكايب، شكرا لك. أكيد مكملين بعد الفاصل.